في مبادرة خيرية وبإشراف من والي ولاية البيض، قامت جمعية أصدقاء المريض بأيام جراحية طبية للأعين لفائدة المرضى المصابين بالماء الأبيض. بعد إعطاء سيد ولي الولاية بالأمس إشارة انطلاق هذه الأيام الطبية الجراحية الخاصة بجراحة العيون في الفئة المستهدفة من هذه الأيام الطبية حوالي 200 مريض عندهم الماء الأبيض أو الكاتاراكت في العين، إن شاء الله بإذن الله تعالى في طاقم طبي يتكون تقريب طبي وشبه طبي يتكون 25 مشارك جونا من عدة ولايات في نفوس المرضى نتاعنا في هذه الأيام. بالتنسيق مع جمعية أصدقاء المريض قمنا بحملة تطوعية لفائدة مرضى منطقة الأبيض سيدي الشيخ وولاية البيض بخصوص الكاتاراكت الماء الأبيض بإجراء عمليات جراحية لفائدة المرضى. الأطباء تقدموا من مختلف مناطق الوطن ومنها تكون ناجحة ويستفيد منها الجميع إن شاء الله. العملية تدوم 5 أيام، أشرف عليها فريق مكون من نخبة الأطباء قدموا من مختلف ولايات الوطن لإجراء حوالي 200 عملية جراحية، وهذا لفك الغبن عن هؤلاء المرضى. أنا نشكركم، مرحبا وسهلا بكم، والله يحفظ الجماعة اللي راه يعني قامت بالواجب نتاعها وما خصنا حتى شي ودابونا، ورانا الحمد الكريم ورانا لاباس، أنا الحمد ربي نشكروه بالشي اللي قامت الطبة اللي جاتنا وجاتنا من اللي عيد ومرحبا بها وسهلا وقاموا بالواجب تاعهم الله يخلف عليهم. نهار الاربعاء عندنا العملية في الأبيض سيدي الشيخ، الجمعية والناس أصحاب الخير داروا فينا الخير الله يكثر خيرهم. هذه المبادرة الخيرية التطوعية التي استحسنها الجميع خففت من عناء المرضى للتنقل إلى ولايات مجاورة ناهيك عن مصاريف وتكلفة العملية.